ايه واحلى اللعبة هاي اطبش الدنيا هاي اليوم. عم صابر بتسوي؟ مالك يا دودو؟ اهلا وسهلا يا دودو. ايش بتسوي انت؟ ايش بتسوي؟ ايش بتسوي؟ ايش بتسوي؟ جننتيني يا دودو. عم صابر اهلا وسهلا يا دودو. اهلين. ليه بتعملوا هذا غلط؟ ليه غلط؟ بتوسخ بحالك لانك. انا بوسخ حالي؟ شو يعني بوسخ حالي؟ انا بلعب. ايوه ما بينفعش هلا، هاي مش لعبه تلعب فيها. مامي حكت لي تخافش، بحطك بالغساله تطلع نضيف. تطلع نضيف. عم صابر وخفيف ولطيف. عم صابر اللي بتعمله هذا مش منيح لانك قاعد بتوسخ حالك. بعرف ولا سميح كمان شوي بيجي سميح، انا بعرف انت قصدك عم صابر. مالك؟ بقول لك هيك بتوسخ حالك باللي بتعمله. طب قلت لك بعدين ما بوسخ. لا مش اسمه. هيك مش منيح. بقول لك كمان مره بدي اقول لك ايه بنفع شيء. عم صابر وسختي. ايه والله انت عامله اللي فيها النظيفيه يعني. عم صابر ما بينفعش تكون هيك انت قدام الناس كلها. مش حدا يا دودو اي قدام الناس بلعب لحالك. حتى قدام حالك كمان ايه؟ فعش كيف الناس تحبك وتقعد معك؟ عم صابر. نعم. ايه بحكي معك. سامعك يا دودو. سامعك يا دودو. روح العب مع البنات. قلت لك طب خسرت وجهك انت اليوم؟ خسرت وجهك انت اليوم؟ انت مين انا؟ معلش مو يوم يوم لا. لا بينفعش يوم يوم لا، لازم تكون دايما نضيف يا عم صابر عشان الناس تحبك. انا هارب من الماما انت بتجيني يا دودو. عم صابر. نعم. كم مرة بدي افهمك انا انه ممنوع تسوي هيك وتوسخ حالك؟ قوم قدامي. وبديش اقوم. لا بدك تقوم قوم، خلينا تروح على الدار وتنظف حالك. ايه؟ حضر انظف حالي. نظف حالك بعدين بنقعد، ما ينفعش هيك تكون. يا دودو خلص بعدين، هلا خلينا هون نضحضر. لا. ليش منيح واحد ينظف حاله؟ عشان الناس تحبك وتشم ريحتك حلوة. مش ريحتك مش حلوة ويبعدوا عنك. عشان امي تشتري لي حلوة. عم صابر. مالك؟ عشان ريحتك تكون حلوة والناس تحبك. هاي يا دودو، هاي هاي صديقي، هاي هاي شو ايش هاللاعب هذا؟ عمو صابر. كله انا. عمو صابر حبيبي انت، انا بحبك. واو عمو صابر متغسل وجاي. متغسل وجاي كلك. لا لا هذا هواك هذا كرة قدم. نعم ريحته عرق. ايش ريحته على هذا؟ ايش بدك يا دودو؟ متحمم على هذا. شوف يا شوف هذا هو العرق اللي قصدك عليه. ايش هذا؟ هذا يي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 
ايش صار له هذا دودو؟ ايش ماله؟ ايش صار له؟ لك يا عمو صابر يا دودو يا دودو شايف ايش بقول لك؟ شايف ايش بقول لك؟ شكلك عيان 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 كثير يا عمو صابر دودو نعم امشي نهرب من هون تهربوا؟ طربش خلاص خليك بعيد خليك محلك انت خليك بعيد بقول لك ايش سويت لكم؟ هيك بقى تلعب بالطابة وكلك عرق وريحتك اوف سييييي والله دودو نعم عندي خطة عندك بطة انت؟ مش بطة ولا انا بعرف انا لازم اكون نظيفي وزي ما قلتيلي حتى كل شيء لازم يكون نظيف خليكم هون هيني هيني جاي طيب حركوش جايك جايك عندي خطه يا دودو انا ايش عملت لك بعد عني بعد عني بعد عني لازم واحد يكون نظيفي وانتو كمان لازم تنظفوا هيك لازم تكون نظاف اصدقائي اهلا وسهلا ايش بتسوي ايش بتسوي عمو صابر عمو صابر عمو صابر ايه شو صار بتسوي ايش سويت لي دودو ايش بتسوي أنا خلاص قررت إيش؟ إنه أنظف كل شيء بشوفه بطريقي أوعك شو بتنظف؟ بنظف بالهواء بالهواء الهواء وسخ
هو قالت لي دودو انه لازم تكون كتير كتير نظيفه، وكل شيء لازم ينظف، يعني لازم اسنانك تنظفوا، وجهك تنظف، حكت لي وانا بتمشي لازم يكون نظيف. طيب بس ارفع ايدك المتزوج ايش دخل وجهي وايش دخل اسمي؟ عشان يكون نظيف. اوعك 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 دانك يي 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 ايش بتسوي انت؟ انت ايش بتسوي انت؟ فهمت غلط. ما انا نظيف لما فهمتش غلط. انا مش هالدرجه. ايه ايدك مسكت الهوا كان وسخ. انا حنظفكم كلكم، حنظفكم كل ايه طابي. انا كيف بدي افسر له هلا هان لودو؟ نعم. ليش شايفك انا في عليك وسخ؟ لا عليك وسخ؟ لا عليها وسخ صح؟ لا وانت كمان. ايش انا كمان؟ ريحتك طالعه. ريحتي طالعه هيك حاجات دودو. ايش دخلت؟ حتى عياطه ريحته طالعه. عياطه تعالوا هون، انا قررت انظفكم كلكم. لا لا تعال هون. لا لا خلص تعالوا انتم تنظفوا يعني تنظفوا. انا بنظفكم انا. انا عمو طابر، انا جيت لهون يا ولاد حلوين بحبكم كثير. اكبسوا سبسكرايب ايوه وعلى الجرس كمان. وعلى الدائرة بآخر الفيديوهات. بحبكم، إلى اللقاء. مصادر برسم على الضفاطر، الأولاد بيحبوني وبينادوني شاطر، بحب آكل محشي.